الذكريات الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. الذكريات برنامج يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، تحية طيبة. هذه نشرة الأخبار من الرسالة الفضائية المستقلة. أبدأ النشرة كالمعتاد بالعناوين. إذاعة الرسالة تبدأ بث برامجها اليومية بالعربية والعفرية والتجرينية. ترحيل أكثر من 170 لاجئاً من ليبيا إلى النيجر. واحتجاجات بكازاخستان وألف جريح وعشرات القتلى وموسكو تتحرك. مشاهدي الكرام، كانت تلكم مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من الرسالة المستقلة، يقرأها عليكم أحمد شريف. تحية طيبة. تمشياً مع أهداف الرسالة المستقلة وهو الوصول إلى كل الجمهور داخل البلاد وخارجها، باشرت الرسالة الفضائية المستقلة برامجها الإذاعية ابتداءً من الأول من يناير الجاري 2022، وتشمل الخارطة البرامجية اليومية حزمة من البرامج باللغات العربي والعفري والتجرينية في مساحة زمنية بواقع ساعة كل يوم عدا يومي الثلاثاء والخميس. ففي تصريح أدلى به السيد هينوك تخلي مدير عام برامج الرسالة الفضائية المستقلة، قال للرسالة متناولا أهداف وخطط بدء البرامج الإذاعية في الفضائية، مؤكدا الغاية وهي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من متابعينا في الداخل والخارج، بما في ذلك المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الأقمار الاصطناعية في إريتريا، وأيضاً معسكرات قوات الدفاع لإريتريا والسكان الريف الإريتري. وأضاف السيد هينوك أن سكان معظم المدن الإريترية ونتاجاً لعدم توفر خدمة الكهرباء بالشكل المطلوب أو انعدامها في الغالب، لم يتمكنوا من متابعة برامجنا عبر الفضائية، بالتالي فإن البث الإذاعي سيسهل عليهم متابعة ما تبثه الإذاعة بشكل يومي. وأكد السيد هينوك بأن بث البرامج الإذاعية للرسالة سيقلق مجموعة هكدف الاحتلالية، وكعادتها ستمارس كل وسائل التشويش على البرامج التي لن تستطيع حجب الحقيقة عن شعبنا من خلال ما سنركز عليه في برامج هادفة وتمليك المعلومات الصحيحة لشعبنا عبر البث الإذاعي بالإضافة إلى البث التلفزيوني. يذكر بأن مجموعة هدف نشطت خلال العام ونصف العام الماضيين من تسخير موارد مالية كبيرة وقدرات إعلامية لجذب المشاهدين والمستمعين عبر برامج ترفيهية غير هادفة في معظمها، سواء في التلفزيون الرسمي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تنجح في استقطاب مشاهدي ومتابعي الرسالة الفضائية المستقلة ومستمعي البرامج الإذاعية لاحقاً. وأشار السيد هينوك أن مصادرنا من الداخل تؤكد أن الرسالة تمثل اليوم أحد المصادر الموثوق بها لدى شعبنا، وستعزز هذه القناعة البرامج الإذاعية التي باشرنا بثها في مستهل هذا العام، مشيراً إلى أن العزيمة التي يتحلى بها فريق العمل في الرسالة الفضائية المستقلة وكذلك الإذاعة وموضوعات البرامج التي يقدمونها دون كلل قد عززت من هذه المسؤولية الوطنية، وستدفع تلك الثقة كل فريق العمل إلى الارتقاء بالعمل الإذاعي على الوجه الصحيح من خلال البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والترفيهية كذلك. من جانبهم، أكد فريق العمل في الرسالة عن سعادتهم بالتطور الذي تسير عليه قناة الرسالة وبداية البث الإذاعي، دليل على نجاح الخطط والأهداف التي رسموها في بداية العمل التلفزيوني عام 2018. هذه الأنباء أيها السادة والسيدات تأتيكم من الرسالة الفضائية المستقلة.
تم ترحيل 177 من اللاجئين الذين أقاموا فترات طويلة في ليبيا، تم ترحيلهم إلى النيجر في الأيام الماضية، وقد تم ترحيل هؤلاء في 30 من ديسمبر الماضي من خلال التنسيق بين السلطات في ليبيا والجهات المعنية في الأمم المتحدة. وتعتبر العملية التي أقلت العدد المذكور من اللاجئين الأفارقة أغلبهم من الإريتريين هي الرحلة الثالثة خلال العام الماضي، وهم من بين الأعداد التي تعرضت إلى أعمال الاختطاف والسجن والتعذيب في أكثر من موقع ولفترات طويلة. يذكر أنه في 31 من شهر نوفمبر الماضي كان قد تم ترحيل أكثر من 70 لاجئا، بينهم 37 من الأطفال، إلى كندا بعد أن باشرت السلطات الليبية في شهر أكتوبر من العام الماضي السماح بترحيل اللاجئين من أراضيها سواء إلى النيجر أو رواندا كمحطات عبور، ومن ثم إلى كندا أو دول أخرى. هذا وقد أدانت جهات دولية عدة ما تعرض له اللاجئون الأفارقة وغيرهم من تعذيب وسجون داخل الأراضي الليبية، ما دفع السلطات الليبية إلى الالتفات إلى معاناة اللاجئين والتزامها بعد ذلك بترحيل اللاجئين إلى دول أخرى، سيما أولئك الذين أمضوا فترات طويلة ولحقت بهم الانتهاكات المختلفة من قبل جهات عدة. في النبأ الأخير لهذه النشرة مشاهدين الكرام، لا تزال الأوضاع في كازاخستان تتفاقم مع تزايد القتلى والمصابين جراء احتجاجات الوقود التي تطورت لاشتباكات عنيفة بين الشعب والشرطة. وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية إصابة أكثر من 1000 شخص في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام، ومحاولة المحتجين السيطرة على المؤسسات والبنية التحتية. وقال نائب وزير الصحة آجر غينات إن أكثر من 1000 شخص أصيبوا بجراح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، وأضافها تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصاً في العناية المركزة حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس وتلك المعلومات. وذكرت الشرطة أن أعمال الشغب أسفرت أيضاً عن مقتل العشرات بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مباني إدارية. ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدثين باسم قوة الشرطة إن القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مباني إدارية وقسم شرطة لمدينة الماتي بالإضافة إلى الإدارة المحلية ومراكز الشرطة. ولفت إلى أنه تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم، كما أنه أشار إلى أن عملية لمكافحة الشغب التي تشهدها كازاخستان تجري في أحد أحياء الماتي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى والتي شهدت أعمال شغب عنيفة. وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عمليات نهب لمتاجر ومهاجمة مباني إدارية وإشعال حرائق فيها في الماتي تحديداً، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية. مشاهدي الكرام، نهاية النشرة. تحيات الزميل إدريس أبو هاشم في تحرير الأخبار والزميل عوض كداني في الكنترول والمونتاج. تحياتي أنا أحمد شريف في التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.